مبروك مبروك لأهالي الإقصار، مبروك خاصة لباب العطر. يعينوا أي مسلم أو أي جيش على الشهيد خالد قاسم العطر براجع أبو محمود. أبو عبد الحميد. اللهم اغفر لنا وارحمنا. آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. آمين. وإلى غيرك لا تكلنا. آمين. ومن شر أشرار خلقك سلمنا. آمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا. آمين. اللهم سلمنا وسلم أعراضنا. آمين. اللهم سلمنا وسلم ديارنا. آمين. اللهم أهلك أعداءنا. آمين. وأصلح أحياءنا. آمين. واختم بالصالحات أعمالنا. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم أعد درجاتهم في عليين. آتهم كتابهم باليمين. آمين. هاتفهم حسابا يسيرا. يا أرحم الراحمين. آمين. إليك توسلنا. آمين. وعليك توكلنا. آمين. وفي بابك وضعنا حاجاتنا. آمين. تولى أمرنا. آمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. آمين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. آمين. اللهم شتت بهم من خلفهم. آمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. آمين. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. آمين. عليك بهم يا الله. اللهم كد لنا ولا تكد علينا. آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. آمين. اللهم انظر بعين العناية والرحمة إلينا. آمين. عليك بجند بشار يا الله. آمين. دمرهم يا الله. آمين. زلزلهم يا الله. آمين.